اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه من برنامج ذا كابيتال. معي انا مريم معلف من واشنطن، وضيوفي من لبنان الدكتور طارق شندب، محامي واستاذ في القانون الدولي، الدكتور عبد العزيز طارقجي، باحث في الانتهاكات الدوليه لحقوق الانسان، وايضا تنضم الي سوسن مهنا من لبنان وهي مراسله اندبندنت اريبيا. اهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور طارق، من خلال إطلالة الدكتور سمير جعجع الأخيرة، وقال نفى أن يكون هناك 7 أيار مسيحي. ألا يشبه المشهد اللبناني اليوم ما حصل في 7 أيار 2008؟ وأنت واكبت تلك المرحلة بشكل وثيق، حدثنا ما رأيك؟ أولا تحية لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. ما حدث هو كان محاولة من ميليشيا حزب الله وحركة أمل لارتكاب يعني نفس الطريقة التي ارتكبوا فيها في 7 أيار 2008، هم فعلوه بحق أهل بيروت وبدون أي سبب. في 7 أيار 2008 ليعرف الجميع أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا بتغيير أحد ضباط المطار، وهو قرار حكومي سيادي، فنزلت عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل ومن معهم، قتلوا 65 بيروتي بدون أي سبب. القضاء لم يفتح أي ملف، لم يفتح أي تحقيق، ولم تجري محاكمة أي مجرم. هذا الأمر دفع الميليشيا إلى الاستمرار دائما في الاعتداء على الناس والممتلكات، وشاهدنا عدة مرات كيف فعلت، حتى في عرسال، في صيدا، في خلدة منذ شهر تقريبا، دون تحرك جد للقضاء أو للأمن. ما حدث في الخميس الماضي عندما حاولت ميليشيا حزب الله وحركة أمل النزول إلى قصر العدل في بيروت والاعتداء على الآمنين في الطيونة وفي منطقة منطقة المنطقة البدارو والمتفرعة منها يعني، وعين الرمانة. كلنا كل العالم شاهد الخطابات الطائفية، كل العالم شاهد حمل السلاح المتفرع. غرغرة ليست سلمية، يعني آسف على مقاطعتك، ولكن أول شيء ليش حطوا اللوم حزب الله على القوات اللبنانية؟ يعني ليش القوات اللبنانية بالتحديد، وليش بدهم يحولوها إلى فتنة طائفية، علما أنه هذه المظاهرة يعني أتت على أثر تهديد القاضي بيطار؟ يعني ما ننسى أنه القضية هي محورية بتتعلق. هذا ما كنت أود أن أقوله أستاذة ماريا. سبق ذلك في مجلس الوزراء تهديد علني وصريح من وزير الثنائي الشيعي محمد مرتضى، وهو وزير الثقافة للأسف، قائلا للوزراء سوف ترون غدا أشياء لم ترونها من قبل. ثم سبق ذلك تهديد من وفيق صفا للمحقق العدلي من داخل قصر العدل، قائلا له سوف نقلعك من مكانك. وسبق ذلك تهديد حسن نصر الله في خطاباته، عدا عن التهديد الذي كان البارحة. كل ذلك للأسف لم يدعو القضاء إلى التحرك، ولم يقم القضاء ولا الأمن بواجبهم بحماية المحقق العدلي أو بحماية هيبة القضاء والدولة اللبنانية. ما حصل هو كان اعتداء على الناس في تلك المنطقة، في منطقة الطيوني وبدارو وعين الرمانة. أهالي المنطقة كانوا في حالة دفاع عن النفس، القضاء هو من يحدد المسؤوليات، لأن حتى هذه اللحظة تظهر فيديوهات أن بعض القوى الأمنية أطلقت النار، وأن حتى بعض القناصر ينتمون إلى ميليشيا حزب الله، وكل شيء وارد عن ميليشيا حزب الله أن تقوم يعني هي بالفتنة. وبالتالي أهالي المنطقة أرادوا أن يدافعوا عن نفسهم. هذا الأمر أزعج جدا حسن نصر الله وعصابته، باعتبار أنه يعتبر بيروت مدينة مستباحة، وهو سبق أن قام بغزو الأشرفية سابقا وتذكرين ذلك. وبالتالي ما قام به أهالي عين الرمانة وأهالي بدارو والطيونة هو دفاع مشروع عن النفس، ولكن التحقيق هو من يحدد المسؤوليات، ولكن هناك مسبب لهذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا حزب الله، سواء بعرض السلاح أو بالشعارات الطائفية. وخطاب سمير جعجع هو أصدق خطاب وصف الواقع في هذه المرحلة في لبنان، وهو قال ما لم يجرؤ عليه الآخرون، لأنه كلام حقيقة. وأنا آسف أن يكون موقف وزير الداخلية والحكومة بهذا المستوى المتدني من الانبطاح أمام الحكومة اللبنانية، أمام الميليشيا الإرهابية. نعم دكتور عبد العزيز طارقجي، أنت من متابعتك للأحداث من خارج لبنان، ولديك نشاط على تويتر، وأيضا ملف انتهاكات حقوق الإنسان تابعته، وخاصة لما تعرض له صحفيين من اعتداءات وتهديد، كيف تنظر إلى الممارسات اليوم اللي عم بتصير على الساحة اللبنانية بحق الجسم القضائي وبحق اللبناني والشعب اللبناني بالتحديد؟ يعني للأسف لبنان الآن أصبح دولة داخل دويلة تسمى دويلة حزب الله الإيراني، الذي يمسك بزمام الأمور
في كافة مفاصل الدولة اللبنانية. حزب الله أخذ الدولة اللبنانية بكافة هيئاتها ومؤسساتها كرهينة، ويستخدمهم كدروع بشرية في مواجهة عدوه الافتراضي الذي يفترضه من عقليته، هذه العقلية الإرهابية الإيرانية التي تمارس أبشع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان بحق المواطن اللبناني أو بحق كافة المواطنين في لبنان. لدى حزب الله سجون سرية، لدى حزب الله أقسام تحقيقات، يمارس التعذيب، يمارس الاعتقال للصحفيين، للمدونين، وفي حال أراد أن يعتقل أي شخص معارض له، هذا الشخص المعارض لديه أي صفة سياسية أو لديه أي صفة حزبية أو مؤسساتية، يستخدم أجهزة الدولة للأسف في هذا الاعتقال، ويقوم هو ويمارس دوره التحقيقي التعذيبي الترهيبي بحق المواطنين أو الناشطين أو الصحفيين. حزب الله الآن يختطف هذه الدولة التي تسمى لبنان للأسف، وعلى المجتمع الدولي أن ينظر بجدية لموضوع حزب الله الذي أصبح خطرا ليس فقط على لبنان وليس فقط على الصحفيين أو الناشطين في لبنان، بل أصبح نشاطه ممتد عبر القارات. يعني هنا في أمريكا اللاتينية تم اعتقال العديد من الأفراد المتواطئين أو الممولين لحزب الله في عدة دول، ولا سيما في المنطقة الحدودية في أمريكا الجنوبية. يعني حزب الله أصبح عابر للقارات، إرهابه امتد عبر القارات وليس فقط في لبنان، في آسيا، في أفريقيا، في أمريكا، في كل دول العالم. أما في لبنان فإنه يأخذ الدولة كرهينة نعم والمدنيين كدروع بشرية ويمارس نشاطاته بحرية، وللأسف المدنيين والأبرياء والمعارضين لهذا الفكر الإرهابي يدفعون الثمن. نعم أستاذة سوسن مهنا، تعرضت للتهديد بعد الكشف أو الحديث عن تهديد القاضي بيطار وطلب تنحيه، وأيضا شاهدنا المتحدث باسم أهالي الشهداء لمرفأ بيروت، أيضا تم يعني تهديده واختطافه ربما أو تهديد عائلته، كيف تصفين هذا المشهد؟ مساء الخير. الحقيقة أنه هذه يعني هذه صفات حزب الله منذ بدأ العمل بالحقل السياسي، إذا صح التعبير، منذ بدأ كفريق سياسي على الأرض اللبنانية. هو عندما يعني يعجز عن فرض شروطه بالقوة يلجأ إلى التهديد، وهذا ما حصل مع المتكلم او المتحدث باسم شهداء مرفأ بيروت. هو قال انه لم يتعرض للتهديد، ولكن نحن نعلم اين يسكن، اين بيته ببرج البراجنة، ايضا خلال التسجيل راينا تعبير وجهه. الحقيقة أن الحزب هو من الأول رأى أن طارق بيطار يتصرف باستنسابية، ولكن حتى الآن لما وضع في بباله يعني في بل ولما وضع هذا العنوان أن طارق بيطار يعمل بشكل مسيس، يعمل باستنسابية. على الأقل عليه أن ينتظر القرار الظني، اللي حسب المعلومات أن القرار الظني سوف يخرج في غضون أسابيع، أو لم نقل في هذا الأسبوع، عليه أن ينتظر. لكن لماذا يخاف حزب الله من تحقيقات طارق بيطار؟ يعني لماذا الموضوع، لماذا يريد أن يتنحى هذا القاضي؟ حتى الآن لم نرى بتحقيقه أي شيء. أيضا علينا أن نعلم أن القاضي دائما هو ملك ملفه، يعني ما حدا بيقدر يتدخل فيه، ولا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية. هو يعمل بهدوء، وحتى الآن لم يخرج تسريبات عنه شخصيا كيف يعني لأين تتجه التحقيقات. من هنا أنه حزب الله هو في مأزق، لأنه مش عارف يتعامل مع الأوضاع على الساحة السياسية، لهذا يتصرف، لهذا يذهب نحو التهديد، وكما رأينا بخطاب خطاب أمين عام حزب الله الأخير. دكتور شندب، القاضي صوان قبل القاضي بيطار طلب التحقيق أو طلب ضرورة استدعاء 19 شخصية وزارية ورؤساء حكومات. ليش القاضي بيطار اليوم اختصر لائحة على أنه هذا المشنوق عليه حسن خليل، يوسف فنيانوس، ورئيس الحكومة حسان دياب؟ أولا دعني أستاذة ماريا أوضح عدة نقاط قانونية في هذا المجال.
الدولة اللبنانية الحكومة الأخيرة تعهدت في بيانها الوزاري أنها سوف تسهل عمل المحقق العدلي، وذلك التعهد كان أمام الرئيس الفرنسي ماكرون الذي عمل على يعني تشكيل هذه الحكومة وأعطائها الدعم الكافي، وكان يخدم بذلك مصلحة حزب الله. ولكن ماذا حصل؟ أن الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية رفضت إعطاء الإذن بملاحقة أمين مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وكذلك رفض مجلس الدفاع على إعطاء أو السماح أو إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء صليبة. إذن الحكومة اللبنانية هي من تعرقل العمل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت. بالنسبة للأسماء الأخرى التي ذكرتيها حضرتك، كما قالت الأستاذة من قبل، التحقيق هو بالأساس سري، ولا أحد يعرف ماذا يجري في التحقيق إلا المحقق العدلي فقط، فبالتالي ليس هناك يعني أي معلومة يمكن أن نعطيها أو نطرحها ذات مصداقية تكون ذات مصداقية أبدا، باعتبار هذا التحقيق سري. ولكن نحن نعرف مجريات ما يصدر، مثلا مذكرات علنية، مذكرات استحضار، مذكرات جلب، مذكرات توقيف، هذه تنشر في وسائل الإعلام يعني وليس التسريب، وبالتالي هذا الأمر متروك لقاضي التحقيق الذي هو السلطة المستقلة في هذا الملف، ولا سلطة قضائية تراقبه في هذا الموضوع، ولا سلطة لأي سلطة سياسية على القضاء. ولكن الذي يحصل بس هو قانونا بعد ما يطلع القرار الزني ما بتروح على المجلس الأعلى للقضاء اللي مؤلف من 5 شخصيات قضائية، هل كلهم مسيسين وعندهم يعني توجهات أمريكية ضد حزب الله؟ يعني أولا دعني أقول لك شيء وقاله سمير جعجع سابقا، أن القاضي طارق بيطار أهله هم يعني من مؤيدي الحزب القومي السوري، والقاضي بيطار كان زميلنا في الجامعة اللبنانية، ونحن واكبنا كثير من الأعمال القضائية معه داخل قصر العدل في طرابلس، حيث بقي قاضيا لمدة 17 سنة بين قاضي منفرد جزائي ومحامي عام استئنافي، وبالفعل كان مثالا للقضاة المتواضعين والقضاة الرصينين والقضاة الذين يحاولون دائما أن يجدوا حلول عادلة لكل مشكل أو لكل قضية تطرح أمامه بدون تحيز أو بدون طائفية أو بدون استنسابية، وهذا ما عرفناه عنه كمحامون. وبالتالي هذه هي سيرة القاضي طارق بيطار التي لم تعجب ميليشيا حزب الله الذي يريد أن يكون القضاء يعني خاضع له. أنا هنا أود أن أقف عند مفارقة صغيرة، ولا أريد أن أشبه نفسي نعم، هل تعرضت أنت لموقف بأنك كما سمعنا هناك دعوة ضدك بأنك يعني استهزأت بالقضاء اللبناني؟ شوفي استاذه ماريا، للاسف ان يكون وفيق صفا ممثل ميليشيا ارهابيه يدخل الى قصر العدل يهدد بقلع قاضي، وهذا تهديد معناها القتل، ولا يجرؤ النيابه العامه ولا تجرؤ النيابه العامه التمييزيه على الادعاء عليه، ولم يتخذ مجلس القضاء اي موقف ولا نادي القضاه. في حين انني انا شخصيا للاسف يعني انا محامي واعرف ما هي حدود المحامي وما هي صلاحياته وما يحق له وما لا يحق له. كنت أطالب محامي النائب العام الاستئنافي في الشمال بالاسم نبيل وهبي بتطبيق القانون أصولا، فدعا علي بجرم تشفير القضاء، وهذه دعوة لا قيمة لها قانونية أصلا، وأنا دعيت عليه وسألاحقه حتى النهاية. ولكن هو تحالف يعني كذلك الأمر مع قاضية تنتمي إلى التيار العوني وتمارس الاستنسابية لإبطال أو لإسكات أي صوت يقوم يعني بكشف عورة أولئك الذين يستخدمون القضاء. هذا ما يريده حزب الله. حزب الله يريد، يا اسمعني اسمعني لو تسمحي لي شوي، حزب الله يريد قضاة خاضعين له ينفذون تعليماته يعطيهم أوامر، وطارق بيطار ليس من هذا النوع الذي يتلقى الأوامر، هو قاضي. قديش حيصمد البيطار يعني وحيكون قادر يعني يفوت بالمعركة للآخر، أم هناك توجه للذهاب إلى تحقيق دولي؟ شوفي التحقيق الدولي لا ينفع، باعتبار أن أكثر شخص يعرف في الملف أو في القضاء والأصول اللبنانية هو القاضي اللبناني، وبالتالي حتى يعني لنكن صريحين وواضحين، القضاء الدولي يعني يأخذ وقت طويل، وهذا الأمر
لا نحتاجه في لبنان، وهذا ما ازعج الفريق الاخر. وقال حسن نصر الله البارحه ان الاجراءات كانت سريعه. يعني انا بس بدي اقول شغله واحده، انه حسن نصر الله يمكن بس بهي القصه كان صادق، وباقي كان كل خطابه كاذب، انه الاجراءات كانت سريعه، وكذلك اجراءات تنحي او طلب كف يد المحقق العدلي طارق بيطار كانت سريعه، كان يبلغ باللحظات. في حين اذا انت بطرابلس ست ماريا وبدك تقدمي دعوه تنحي او رد لقاضي، تاخذ معك القصه 3 4 شهور لتقدري بس تسجلي الدعوه، لان القضاه لا يقومون بواجبهم ولا يحضرون الى طيب مكاتبهم. اذكر عام بس 2018، خليني معلش بدي اركز معك قبل ما بس انا بس خليني اقول لك قديش بيقدر القاضي بيطار يصمد. القاضي بيطار مش مطلوب، القاضي بيطار يصمد بحصانته، بيصمد بموقعه القانوني والقضائي، بيصمد بقوه القانون التي يمنحه اياها القانون وبالتحقيقات الحقيقيه التي يجريها. هو مطلوب حماية القاضي بيطار وليس إجراء تحقيق وليس نقل الملف إلى القضاء الدولي، طيب مطلوب حماية دولية للقاضي بيطار حتى يتمكن من إكمال المهمة التي هي مهمة حقيقية لإسقاط منظومة الفساد داخل الدولة اللبنانية. طيب قبل ما انتقل لدكتور عبد العزيز طريجي، بس سؤال. بال 2017 بالوكاله عني رفعت دعوه ضد حسن نصر الله، وكان موقف كثير جريء بوقتها، ولكن هذه الدعوه حفظت بالادراج. اليوم اهالي عين الرمانه رافعين دعوه ضد حسن نصر الله، شو مصيرها هذه الدعوه؟ للأسف يعني أنا بدي أقول لك صراحة، أنا صحيح تقدمت بدعوى بوكالتي عني ضد حسن نصر الله، ولكن للأسف هي بقيت في الأدراج عند النيابة العامة التمييزية. أكثر من ذلك، نحن تقدمنا بإخبار بعد انفجار مرفأ بيروت ضد حسن نصر الله وبقيت في الأدراج. هذه النيابة العامة التمييزية نفسها هي النيابة العامة التي طلب القاضي بيطار الادعاء عليها. القاضي بيطار لمعلوماتك يا ست ماريا ولمعلومات الجميع طلب الادعاء على المحامي العام التمييزي غسان خوري وعلى يعني بعض القضاة في النيابة العامة التمييزية، لأنهم اعتبرهم متورطين في ملف تفجير مرفأ بيروت، إما بحفظ الملف سابقا أو بعدم كشف الأدلة. والكل شاهد كيف كانت النيابة العامة التمييزية تبطئ الملف وتحاول عرقلة أعمال المحقق العدلي طارق بيطار. لذلك جاء الدعاء على القاضي غسان خوري، وطلب القاضي بيطار الدعاء على غيره، لأنه عرف تماما واكتشف كيف أن النيابة العامة التمييزية التي كان من واجبها أن تلاحق المجرمين وتكشف المجرمين وتساعد في التحقيق وتساعد المحقق العدلي، إذا بها تقف إلى جانب المتهمين، وهذا للأسف ليس من صلاحيات أو من واجب النيابة العامة التي من واجبها كما ذكرت لك أن تقوم بالشبهة بتوقيف المجرمين. والقاضي بيطار أزعجهم جميعا لأنه أراد أن ينفذ القانون. وبالتالي بالعودة إلى ملفك، أنت تعرفين أن ملفك الذي أنت لحقت به هو ملف مفبرك بالأساس من الأول إلى النهاية، ومن صنع بعض القضاة الذين هم الآن في النيابة العامة التمييزية فقط بدون أي دليل أسرع وبدون أي عدد قصدك؟ نعم وبدون أي أدلة أو بمجرد يعني إخبار كانوا يمشون به، لأن مصلحة حزب الله كانت تقتضي بذلك، وتم يعني الأمر جاءهم من حزب الله. وهذا ما يدل على موقع القضاء كيف كان هو يأتمر بأوامر حزب الله. القاضي بيطار خارج هذه المنظومة، مش وبالتالي هذا ما أزعجهم في كلام أو في مواقف القاضي بيطار. هناك ضغط عليه كبير. دكتور طارقجي، قيل، ما بعرف اذا صحيح الخبر، انه جرى اتصال برئيس الجمهوريه والقاضي بيطار اعرب فيه الاخير عن رغبته بالتنحي، لانه ما بده يحمل دم الذين سقطوا بحادثه الطيونه، وانه الرئيس قال له القرار قرارك. هل هيدي الاخبار مفبركه من منظومه حزب الله الاعلاميه اللي بتتعرض لكل من يواجهها بالاساءه والتشهير والكذب تركيب الملفات؟ سمعنا هذا الخبر في وسائل الإعلام وعبر المنصات الإلكترونية، وبما أنه لم يؤكد القاضي بيطار، يعني فريق رئيس الجمهورية لا يمكن الأخذ بمصداقيته لأنه منبطح إلى النهاية أمام منظومة حزب الله في لبنان. فبما أن القاضي بيطار أو الأطراف القريبة من القاضي بيطار لم تؤكد هذه المعلومات، فلا يمكن الأخذ بها. أما حول المعلومات المفبركة التي تبث يوميا، هناك جيش أو يمكن تسميته بالصراصير الإلكترونية التي هي أقذر من الذباب، التي تعمل على مدار الساعة في بث الفتن وبث الشائعات وبث الأكاذيب عبر وسائل التواصل، عبر المنصات الإلكترونية، والتي تشغل من الضاحية من مقرها في منطقة الشياح تحديدا، مقر جهاز الأمن المركزي التابع لحزب الله في منطقة الشياح. من هناك
ممكن كمان حتى نحن نعرف اسم المبنى اللي هو الأجنحة الخمسة أو الأجنحة الذي يقوم بتشغيل هذا الذباب الإلكتروني عبر السوشيال ميديا وعبر الإنترنت. هم يقومون على مدار الساعة ببث الأشاعات والأكاذيب التي تسيء لهم وتسيء للآخرين، التي تطال الناشطين والمعارضين والتي تطالهم حتى، ويقومون حتى بفبركة وصناعة حسابات إلكترونية بأسماء وهمية أو بأسماء معارضين، ويقومون أيضا بنشر ما يريدون عبر هذا الفضاء الإلكتروني. وللأسف في ظل دولة غائبة بمؤسساتها، يعني الأستاذ المحامي الدكتور طارق شرح حول القضاء والنيابة العامة والفساد المستشري بها، ولكن يوجد فساد داخل الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية اللبنانية الموكلة حماية المواطن من الإشاعات، من الأكاذيب، من النشاطات المشبوهة التي تدار عبر الإنترنت. هذه الأجهزة المعلوماتية وغيرها، حتى المعلومات، حتى مخابرات الجيش، حتى كل أمن الدولة، كل الأجهزة، هذه الأجهزة قد تلاحقك أنت سيدة ماريا، أو تلاحق الدكتور شندب أو السيد سوسان، قال أو تغريدة أو على أي شيء صغير، ولكنها تمتنع أو تتناسى أو تتجاهل أي شيء يمس أمن المواطن أو مثلا أمن ايه الصحفيين. منشد حزب الله علي بركات يعني كم مره هدد وكم مره اتهم واعترف بقتل احد اخوها لميسون بيرقدار صحيح. المعارض السعودي، اعترف من وقتل. وماذا ستتوقعي من منظومة يحكمها حزب الله في لبنان؟ لا يوجد قضاء، لا يوجد أمن، لا يوجد أجهزة، لا يوجد مؤسسات، لا يوجد شيء. يعني للأسف كما ذكرنا سابقا، كل شيء مختطف ورهينة بيد هذا التنظيم الإرهابي الذي يسيطر على لبنان. طيب أستاذة سوسن، هل بتعتبري حكومة مئاتي اللي رفعت شعار معا للإنقاذ اليوم هي بحاجة لإنقاذ، وهل هناك تهديد لتمييع القضية وبالتالي الانتخابات النيابية الجاية أيضا ممكن أو معرضة للإلغاء؟ الحقيقة أنه أكيد حكومة نجمي بداية، يعني منذ بداية تشكيلها نحن بنعرف كيف تشكلت، والاتفاق الإيراني الفرنسي حصل، كان في هناك كما أسميت أنا كما كتبت عنها هي لحظة انشراح دولية، يعني يعني صدر عنا تشكيل الحكومة يلي نحن شفناها ويلي هي من لون واحد حكومة نجيب ميقاتي. طبعا منذ بداية حكومة نجيب ميقاتي رأينا أن نجيب ميقاتي يحاول التلطي، مرة بيبكي أنه هو حزين على الانتهاك السيادي، مرة بيقول أنه العين عين بصيرة ويد قصيرة. مش معقول أنه رئيس حكومة جاي مشروع على لدولة منهارة اقتصاديا اجتماعيا معيشيا، نحن نعلم الكم الهائل، هذا التلطي خلف حيطان أنه هو يعني يريد الموائمة بين أن الحكومة أتت باتفاق إيراني فرنسي وبين مد اليد للمجتمع العربي أولا والمجتمع الدولي، لا يصح في هذه الحكومة. لكن مع هذا أقول أن الحكومة ستستمر على الأقل عملية الانتخابات. حتى الآن الانتخابات في موعدها كما حدد بأدار بنوابي أواخر أدار، إلا إذا يعني طرأ شيء كثير يعني هيك فاجئ، ولكن المجتمع الدولي يراقب اللبنانيين، يراقب السياسيين اللبنانيين، وهو يريد بشدة حصول هذه الانتخابات. من هنا هذه الانتخابات جدا مهم، وعلى الشعب اللبناني إذا فعلا أراد التغيير أن يعلم أو يعرف لمن يصوت. الحكومة متوقفة حاليا، يعني ما في انعقاد للجلسات. صحيح. وطبعا الثنائي الشيعي يعني قال لرئيس الحكومة أنه هو لن يعود إلى الجلسات إلا إذا أخذوا قرار بالنسبة لطارق بيطار. إذا من هون بقول أنه رح يلاقوا حيلا توليفة سياسية لأبعاد طارق بيطار عن التحقيق مع السياسيين، لأنه مش ممكن
ترجع الحكومة تنعقد إلا إذا صار في تسوية سياسية. نعم. أكيد أكيد التحقيق ذاهب إلى التمنيع، إذا لم نقل ذاهب إلى ما بعرف إلى 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 محل إلى مكان مجهول. وطبعا هون الأستاذ طارق بيكون بيعرف أكثر مني بهذا الموضوع. تمام دكتور شندب، هل بتخشى من انفجار الوضع بلبنان خاصة مع مظاهر شفناها ذكرتنا بالحرب الأهلية بال74؟ لنكن صريحين، لا احد يملك السلاح في لبنان الا ميليشيا حزب الله، وان كان هناك بعض السلاح الفردي الموجود في بعض البيوت بالنسبه لهذا امر عادي بالنسبه للبنانيين في بعض القرى والبلدات، ولكن السلاح الحربي المختص، السلاح الثقيل، السلاح الصاروخي لا تملكه الا ميليشيا حزب الله وامل وتوابعهم. فبالتالي حرب اهليه مع من؟ يعني من يقود الحرب الاهليه؟ لا احد يملك السلاح ولا احد يريد ان يقاتل. من يريد ان يفرض سيطرته واجندته وحربه على لبنان هو الذي فرضها على السوريين، هو الذي ذبح السوريين في ميليشيا حزب الله، وكما خرج البارحه ويهدد ب100,000 هو تهديد للجميع يعني، ويقول انه حمل المسيحيين. وانت مثلا اعطي مثال هنا، يعني هو اغتال بيير الجميل، هو اغتال يعني سمير قصير، هو اغتال وسام بيير الحسن غانم. امبارح كان ذكرى اغتياله. نعم انا اتكلم عن المسيحيين، اغتال الشهيد وسام الحسن البارح كان، وهو مثلا حزب الله كان وراء تلفيف الاكاذيب ضد قيادتي ماريا معلوف المسيحيه ابا عن جد، وكذلك يعني حتى اغتال الشيعه يعني من فتره المعارضين له، ولكن اتكلم هنا عن المسيحيين بالذات. استهدافه للمسيحيين حتى في سوريا كان واضحا، وهذا الامر لا يخفى على اثنين، وعندما يحاول ان يجمل نفسه بالهجوم على سمير جعجع، اعتقد ان سمير جعجع واجهه بالحقيقه المره التي لم يجرؤ احد على ان يواجهه بها، وانا اخص هنا الزعماء السنه الذين لم يكن ليجرؤوا على الوقوف مع الحق ابدا، وهم بحاجه الى دروس ان يتعلموها من سمير جعجع وغيره حتى يعرفوا كيف يواجهوا الميليشيا والارهاب. طيب أنا يعني سأختصر الحلقة بثلاث أسئلة، هو السؤال نفسه ببتدي معك دكتور طارقجي. هل هناك سيناريو يحكى هنا في واشنطن بأنه للخلاص من الهيمنة الإيرانية لابد من تدخل ومساندة روسية، يعني تعاون روسي أمريكي في على القليل لنزع سلاح حزب الله؟ ماذا ترى في هذا السيناريو المطروح، وشو الحل لنزع هذا السلاح اللي هو يعني محطوط بوجه ترهيب اللبنانيين؟ أولا المشكلة ليست فقط سلاح حزب الله، سلاح حزب الله وحلفاء حزب الله. حزب الله قام بتسليح حلفائه، حزب الله قام بتسليح مجموعات إرهابية وخلايا نائمة غير شيعية، حزب الله قام بتسليح جماعات فلسطينية داخل المخيمات، أنصار الله ما يسمى حركة أنصار الله نموذج، حزب الله قام بتسليح بعض الفصائل والقوى الحليفة له بسلاح ثقيل، حزب الله أخذ السلاح والطائرات المسيرة والقناصات الحديثة من إيران و خبأها في لبنان، والآن يبحث عن منظومة دفاع جوي. المشكلة ليست فقط سلاح حزب الله، منظومة حزب الله أي حزب الله وحلفائه من الإرهابيين من التنظيمات والقوى الأخرى، هؤلاء من يجب نزع سلاحهم. والأمريكان لا أعتقد أن الأمريكان يستطيعون ذلك لوحدهم، لذلك هم بحاجة إلى جهد دولي وليس الروسي فقط. الروسي هو حليف لإيران، الروسي هو يدعم حزب الله في سوريا، الروسي هو يسهل تحركات حزب الله خارج لبنان ويسهل تحركات الإيرانيين. يعني كيف يصل حزب الله إلى فنزويلا؟ عبر الغطاء الروسي وليس عبر الغطاء الإيراني. فلذلك لا أمل في التحالف الروسي الأمريكي من أجل نزع سلاح حزب الله. أستاذة سوسن، ما رأيك في هذه النقطة؟ معي 3 دقائق. نقطة نزع سلاح حزب الله؟ أو لا أعتقد، التدخل يعني شو التدخل الدولي المفروض يخلص لبنان من الهيمنة الإيرانية؟ حاليا الكل بده رضا ايران بين الحلالين، الكل بده انه ايران ترجع على طاوله المفاوضات، يعني وهي كما راينا هي تمانع بالعوده، وهي يعني تضع شروط وشروط مضاده وخطوه مقابل خطوه كما راينا، وامريكا تستدعيها لطاوله المفاوضات.
سلاح الحزب لن يتم الحديث عنه حاليا. هو الحزب بمعنى حزب الله هو أقوى أذرع إيران في المنطقة، فكيف تتخلى عنه؟ يعني هذا الكلام حاليا بهذه اللحظة الدولية من المستحيلات. لذا على الشعب اللبناني، إذا كان هناك شعب لبناني فعلا يريد المقاومة، ونحن رأينا هذه المقاومة بعين الرماني، عين الرماني منطقة صغيرة وقدرت أن تقاوم وأن تهزم حزب الله، على الشعب اللبناني أن يقاوم هذه الهيمنة، لأن المجتمع الدولي للأسف بارم ظهره للبنان ولن يقدم مساعدة بهذه النقطة على الإطلاق. لذا رأينا فرنسا كانت مراوغة، يعني ماكرون جاء ليساعد الشعب اللبناني، راح وحط ايده بايد اول شيء محمد رعد ومن ثم ايران لجلب هذه الحكومة. لذا فقط علينا نحن كشعب أن نقاوم هيمنة هذا السلاح، ولا طريق آخر يعني شكرا لتحقيق ذلك. أستاذة نعم دكتور طارق، معي دقيقتين بدي جواب على كيف ممكن الخلاص من الهيمنة الإيرانية، وهل برأيك آن الأوان اليوم يعني لانتفاضة داخلية تنجح، يعني تنجح للآخر 17 تشرين فعلية حقيقية؟ شو المطلوب اليوم؟ يعني شفنا كلياتنا استاذه ماريا وانت متابعه كيف 17 تشرين وما تلاها كيف خرج الشعب اللبناني كله ضد المنظومه الفاسده التي تشارك فيها حزب الله مع الاخرين، وكان اكثر المنزعجين من تلك المظاهرات ومن تلك الثوره هو ميليشيا حزب الله التي ارسلت زعرانها الى بيروت واشتبكوا مع المتظاهرين مرارا وتكرارا. وبالتالي أنا أميل إلى القول أن الشعب اللبناني هو صاحب القرار بالتخلص من تلك الهيمنة ومن تلك الميليشيا الإرهابية، كما حصل في عين الرمانة يمكن أن يحصل في كل منطقة، ولكن يحتاجون إلى زعماء حقيقيين وليس إلى زعماء يعني يسكتون وينامون على الضيم كما هو حال يعني سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام إسلام رئاس الحكومات السنة، ما ذكرت حسان الدياب لأنه مش محسوب معهم يعني. وبالتالي عليهم أن يتعلموا أن الدفاع عن الحق هو شرف وليس فتنة، وأن الفتنة هو من يسكت عن الحق، وعليهم أن لا يسايروا ميليشيا حزب الله. والشعب اللبناني الذي اتخذ قراره بالدفاع عن نفسه البارحة في عين الرمانة والطيونة هو يستطيع أن يدافع عن نفسه في كل مكان، ولكن يريد حماية سياسية، وهذا ما توفر لأهل عين الرمانة والطيونة بحماية سمير جعجع سياسيا. أما الأهل مثلا، أنا أقول بصراحة السنة كان دائما هناك تآمر من الزعماء السنة على السنة، ما حصل في صيدا وعرسال حتى في خلدة منذ شهر، يعني كيف كان موقف الزعماء السنة هو موقف لا يليق بالرجال. أنا أشكرك الدكتور طارق شاندة، محامي وأستاذ في القانون الدولي، كان معي من طرابلس، وأيضا دكتور عبد العزيز طارقشي من الأرجنتين، باحث في الانتهاكات الدولية حقوق الإنسان، وأيضا الصحفية والإعلامية سوسن مهنا، مراسلة إنديبندنت أريبيا.